من يتقدم للرئاسة يجب أن يفهم ويعي أن بعد خطاب الأمير يجب أن يكون ملتزم ومستقيم ومتعاون مع الجميع، والمسؤولية كبيرة، وعلى أن يدير هذا المجلس وفق القانون والإجراءات واللوائح بالمجلس السليمة، وعليه يجب أن يكون مع ممثلين الأمة متعاون مع السلطتين، يكون محايد، يكون هي المسألة يعني الرئاسة وسيلة وليست غاية حقيقة، وعلى المجلس الأمة بإذن الله يعطي الصورة الإيجابية فيما بعد، سواء من رئيس المجلس ولا من النواب، وعلى الممثلين الأمة اختيار الأفضل بالرئاسة، صاحب خبرة وأفضل وعنده دراية، وتكون الأمور بالنسبة له يعني ما هم إلا يعني إدارة المجلس بالشكل الصحيح بالشكل القانوني، بعيد عن كل السلبيات اللي شفناها سابقا في المجالس السابقة.